ألا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا ويسر أمورنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واجبر كسرنا وانصرنا على أعدائنا. ببركة الصلاة على النبي وآله امنح سلامك ربي حيث تشاء، أنت الذي يا رب تعرف قدره والعالمون وإن دروا جهلاء. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم انصرنا وانصر أمتنا الإسلامية يا رب العالمين. إخوة الإيمان في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الجمعة على قنوات التلفزيون المصري، القناة الأولى والقناة الثالثة الفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية والقنوات الإقليمية وبعض القنوات الخاصة. من هذه الرحاب المباركة وفي ذكرى النصر من هذه المدينة التي سميت بمدينة المنصورة نسبة إلى انتصاراتها على الحملة الصليبية الخامسة وأسر قائدها لويس التاسع في دار القاضي بن لقمان، حيث أتت هذه الحملة الصليبية إلى هذه المدينة بعد أن نزل الدمياط ودانت لهم، لكن يأبى أهالي هذه المحافظة إلا أن يسطروا اسمهم بمداد من نور في تاريخ كتابنا الوطني، ليهزموا هذه الحملة الصليبية هزيمة منكرة ويأسروا قائدهم ويفتديه شعب فرنسا بالمال. وفي هذه الأيام التي تحتفل فيها محافظة الدقهلية بعيدها القومي في 8 فبراير من كل عام ذكرى انتصارهم على الحملة الصليبية الخامسة. إخوة الإيمان، عنوان خطبة الجمعة لهذا اليوم يدور حول جبر الخواطر، فجبر الخواطر هي قيمة إنسانية نبيلة وخلق إسلامي عظيم. جبر الخواطر هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى واسم من أسمائه الحسنى، فهو الجبار سبحانه وتعالى يجبر خواطر عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم اغفر لي واهدني واجبرني واسترني وارزقني، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الطيب المبارك نبدأ صلاة الجمعة بخير الكلم وطيبه: جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم
أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم قالون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم
فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني كيدهم عنهم كيدهم شيئا. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا الرحمن.